طلابي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المخصص للغة العربية. اخترنا لكم اليوم تمرينا من تمرينات الدرس الرابع، وعنوانه كشف الأخطاء وتصحيحها. والمطلوب هنا أن نبحث عن 5 أخطاء، إما أن تكون نحوية أو إملائية، ثم نصححها. هيا نبدأ. أعزائي، دعونا نقرأ النص كما هو في الكتاب. يهتم الرجال والنساء بالعمل اهتمام شديدا، فهم يأخذ عليه أجرا، وبه يشترون الأشياء الذي يحتاجون إليها من الطعام والشراب والملابس وغير ذلك، وهم يذهبون في أماكن عملهم كل يوم، وفي كل أسبوع لهم يوم عطلة أو يومان. يهتم الرجال والنساء بالعمل اهتمام شديدا. أين الخطأ الأول؟ نعم، الخطأ الأول في كلمة اهتمام، فهم يأخذ عليه أجرا. أين الخطأ الثاني؟ صحيح، الخطأ الثاني في فعل يأخذ، وبه يشترون الأشياء الذي يحتاجون إليها من الطعام والشراب والملابس وغير ذلك. وأين الخطأ الثالث؟ نعم، في اسم الموصول. وهم يذهبون في أماكن عملهم كل يوم. وأين الخطأ الرابع؟ نعم، الخطأ الرابع في حرف جر. وفي كل أسبوع لهم يوم عطلة أو يومان. وأين الخطأ الأخير؟ نعم، في كلمة أسبوع. يهتم الرجال والنساء بالعمل اهتمام شديدا. الخطأ في كلمة اهتمام. أعزائي، هل تعرفون ما فعله؟ نعم، اهتم يهتم، ويليه حرف جر ب. وأين الفاعل؟ صحيح، الرجال. والآن هل يجوز أن نكتب اهتمام هنا؟ لا أبداً، والصواب هو اهتماماً، لأنه مفعول مطلق، وهو دائماً منسوب، أليس كذلك؟ من يتذكر المفعول المطلق؟ نعم، هو مصدر منسوب يذكر بعد فعل من لفظه. كما تلاحظون على الشاشة، اهتم يهتم اهتماما. فهم يأخذ عليه أجرا. أين الخطأ أعزائي؟ نعم،
الخطأ في الفعل يأخذ. يا ترى لماذا؟ لأن الضمير المنفصل هم يرجع إلى كلمة الرجال الموجودة في الجملة السابقة. هل يجوز أن نكتب الفعل يأخذ في حالة الإفراد والضمير هم يدل على الجمع؟ طبعاً لا. إذن الصواب هو يأخذون، لأن الفعل يطابق فاعله دائماً. والقاعدة هي أن يطابق الفعل فاعله في التذكير والجمع في هذه الجملة. وبه يشترون الأشياء الذي يحتاجون إليها. هل لاحظتم الخطأ؟ نعم، في الاسم الموصول الذي هو اسم موصول للمفرد المذكر. أما كلمة الأشياء فهي تدل على جمع التكسير، وفي هذه الحالة لابد أن يكون الاسم الموصول مفرد مؤنث. إذن لا يصح أن نكتب الذي، بل الصواب هو التي، لأن كلمة الأشياء جمع غير العاقل ومفردها شيء. لا تنسوا أن جمع غير العاقل يوصف بالمفرد المؤنث. وانظروا الآن أعزائي إلى هذه الجملة، وهم يذهبون في أماكن عملهم كل يوم. الخطأ هنا في حرف الجر في. هل يصح أن نأتي بحرف جر في؟ لا يصح الإتيان بحرف جر في، بل الصواب هو إلى. نقول ذهب يذهب إلى مكان مثلا، أو إلى المدرسة، أو إلى السوق. إذن لا يستقيم المعنى إن أتينا بفي، بل الاستعمال الصحيح هو إلى. ذهب إلى بمعنى توجه وقصد. هيا أعزائي ننظر إلى الجملة الأخيرة. وفي كل أسبوع لهم يوم عطلة أو يومان. أعزائي هل وجدتم الخطأ؟ أجل، الخطأ في كلمة أسبوع. يا ترى ما نوع الخطأ؟ هل هو خطأ نحوي أم إملائي؟ يبدو أن الخطأ إملائي. أسبوع خطأ إملائي، والصواب أسبوع بالسين بدلا من الشين. لا تنسوا أعزائي أن تغيير الحرف في الكلمة يؤدي إلى خطأ إملائي، وقد لا يوجد للكلمة معنى أو يغير معنى الكلمة إلى معنى آخر. أعزائي الطلبة، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم، وعلى أمل لقاء يتجدد في حلقة
قادمة بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.